أن ما يقع على شعبنا العربي في فلسطين هو اعتداء مباشر علينا في مصر، يقع على كل بيت مصري ويقع علينا جميعا. وليس أدل على ذلك من أن تقوم عصابات الإرهاب بالاعتداء على جنود من جيشنا مرة تلو الأخرى، وآخرها الجمعة الماضية حين يعتدون على جيش مصر. هم يعلمون أن مصر هي العمود الفقري لهذه الأمة العربية. إذا استقام العمود الفقري استقامت الأمة العربية كلها. ومن هنا جاء توجيه ضربات لمصر، ونحن نؤكد أننا نتضامن مع جيشنا، ونتضامن مع شرطتنا، ونتضامن مع شعبنا، ونقدم العزاء لشعبنا كله في شهدائنا الذين لقوا ربهم في هذا الحادث الأليم الذي مر به مجموعة من جند مصر. ونعلم جميعا أن جندنا في مصر هم الجند الذين يجب أن يتأهلوا لأن يكونوا أساسا للانطلاق. الثورة العربية كلها، فليس هناك إقليم يدافع عن نفسه، ولكننا جميعا نخرج وندافع عن الأمة العربية كلها. وليس أدل على ذلك من أنه حين وقعت الانتفاضة في الأرض المحتلة في فلسطين خرج الشعب العربي كله من المحيط إلى الخليج ليؤيد هذه الانتفاضة. إن الحل بسيط أيها السادة، إذا كانوا يدعون إلى العدل والمساواة والحق والحرية فنحن أولى منهم. العدل والحق والمساواة والحرية يعني أن هناك أرضا محتلة، وأن هذه الأرض لها أصحاب، ويجب أن تعود هذه الأرض لأصحابها. من هنا كان اتفاقنا على أن نقف داعمين لشعبنا العربي في فلسطين، لأننا بهذا ندعم قضيتنا القومية كلها سعيا لوطن الوحدة العربية كلها، وطن ديمقراطي مدني يظل الأمة العربية كلها من المحيط الخليج. وشكرا لكم.